أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: هل يجوز تكرار العمرة لشهر واحد؟ نعم، يجوز تكرار العمرة في شهر واحد، يجوز تكرار العمرة في شهر واحد. عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة ثم ضايقها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة، فأحرمت بالحج وصارت قارنة، فأدت حجا وعمرة معا جميعا، ثم اعتمرت بعد ذلك بأيام لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم. هذه عمرتان متقاربتان، واحدة مع الحج واحدة منفردة، دل على أن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فلا مانع من ذلك، إلا أن العلماء يكرهون أن تكون العمرة متتابعة في وقت متقارب، يعني مثلا في اليوم يعتمر في اليوم عدة مرات، هذا مكروه، لكن يعتمر كل بعد أسبوع، كل بعد نصف شهر، كل بعد شهر، لا مانع من ذلك. طيب، نعم.